ما شاء الله ما شاء الله، هذه رزقنا اللي الله رزقنا اليوم، سبحان الله. هذه الدانة. كعادته بعد أداء فريضة الفجر يجلس لفلق المحار بحثا عن كنز يسر ناظريه، ولؤلؤة تجلب له الحظ السعيد حتى عثر على حلم العمر. وتعودت أطلع كل سبت بعد صلاة الفجر في الهيرات في شمال البحرين على عمق يتراوح بين 16 و18 متر. في يوم من الأيام كنت ألقط المحار من غوصة إلى 3 غوصات ويبت البيت. بعد فترة تمت أفلق فيه والحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى من علي بالأولى اللي هي تزن 18 قيراط، وعقبها تقريبا من أسبوع أو 10 أيام بعد تمت أفلق وحصلت الثاني فيه 9 قيراط. الأولى سميت سند دونة سند بن عبد الله بن جفن، الثانية سميت دونة حلم الوالدة. وقصة حلم الوالدة كنت قبل أفلق وحصل الثانية، هي قالت لي سنة ترى أنا حلمان أن أنت معطيني محار. وفلقت المحار عقب ما كملته، جمعت قماش وايد وواحدة منهم سبحان الله حصلت فيه 7 أو 8 وحصلت العودة وراها، وصورت لي فيديو أقول لها يما هذه حلمك، والله هذه حلمك، والله هذه حلمك، هذه كلها أشر على المحار. وتتميز اللؤلؤة الكبيرة والتي تزن 18 قيراطا بندرتها ومزاياها الفريدة. اللي يميزها طال عمرك حجمها وندرته ولونها لايت كريم من فصيلة البنكتادا ريدياتا، ما تواجد هذه تقريبا إلا في المياه الخليج المالحة. أنا أشوف أبي رغم يفاجئني، أبي رغم يفاجئني، يا بيعها مباشر يا دخلها مزار، هي ما تقدر بثمن. هذه واحدة، وثنتين هي هذه مو أقل مستوى من الأشياء المعروضة على مستوى العالم مثل الجواهر أو الدانات أو اللوحات.